وبركاته، حيا الله الجميع، حياكم الله وصبحكم الله بالخير. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. قلت عشاني ما بينوم، وحقين المدارس من اللي عليهم طلعوا، أبا سبحن عليكم سبحانية. هذه السبحانية طول العمر يمكن قد قلتها لكم أو إني سبحنتها من زمان، لكن واحدة من المتابعات الله يجزاه خير أرسلتها وذكرتها به، والصراحة يعني جازت لي، وأصلا كانت معجبتها وأذكر إني قد سبحنتها، لكن ما في مانع لأنها مرة زينة قلت بسبحن عليكم. يقولكم السبحانية طول العمر صاير من قديم الزمان، كان بوحك الشاب اللي يروح لشغله، وهو يمشي يمر دايم من عند مزرعة كبيرة. هذا الشاب هو اللي يصرف على أهله، وهو اللي قايم بشؤونهم، ويروح كل يوم من الصباح ما يرجع إلا قبل ما تغيب الشمس، علشان إنه يكد على أهله وإنه يصرف عليهم. وهذا الشاب أمين ويخاف الله وشهم، وما شاء الله جميع المواصفات يعني الزينة به. يوم من الأيام وهو راجع وتعبان وجوعان، مر من عند هالبستان أو هالمزرعة اللي دايم يمر من عنده، ويلقى تفاحة طايحة برا، يعني برا المزرعة، ويبدأ يناظره وهو جوعان. قال هذه طايحة، يعني ما دخلت للبستان وخدتها، طايحة برا، إذا ما كلتها أنا يعني بياكلها اي احد، عصفور ولا. ويقوم من شدة الجوع اخذ التفاح وبدا ياكله، الي يوم انه خلص التفاحة ما بقى الا شوي، ويأن بضميره ويبدا يهوجس ويفكر. قال وشلون امد ايدي على شيء ما هو بلي، وشلون اكله وتسمح لنفسي اكله وهي طايحة من هالمزرعة وحقت ناس، يعني وشلون أنا تجرأت وكلته. ويبدأ يلوم نفسه يلوم نفسه، يا ربي، ويعني ما يدري شو يسوي. خلاص بدأ يستغفر، وإنا لله وإنا إليه راجعون، يا ليتي ما كلته يا ليتي ما كلته. قال أحسن شيء إني أدخل على هالبستان وأخلي أهل البستان يسمحون لي، وأقول لهم إني بدفع لكم حق التفاح اللي أنا كلت وسامحون، ولا ببتل ضميري بأنبن، و يعني أنا سويت ذنب إني أكلت شيء ما هو بلي. دخل على هالمزرعة وعلى هالبستان وبدأ ينادي، يا أهل البستان يا أهل المزرعة وينكم يا ناس، وينكم يا ناس، ماسكن التفاح بيده وما بقابل إلا شوي. ويا أهل البستان يا أهل المزرعة وينكم وينكم، أعلى صوته. فجأة يطلع له هكا الرجال، قال وش بك وش فيه وش عندك وراك تصارخ؟ قال أنا جاي دخلت لمزرعتكم، أبي أنكم يعني تسامحونا، وأنا يعني بكفر عن الغلط اللي سويته، أبدفع اللي تبي حق هالتفاحة. قال وش قصة هالتفاحة؟ الرجال اللي بالمزرعة قال وش قصته؟ قال أنا راجع من شغلي تعبان وتلفان وجوعان، لقيت هالتفاحة طايحة برا المزرعة، وسبحان الله نفسي يعني الأمارة بالسوء خلت ناكله. قال الله يعافيك، إني أبيك تسامحن، وحق التفاحة بجيبه لك، قروش التفاحة وحسابه بجيبه لك. قال لا 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 لا، هالكلام ما يمشي عندي. قال طيب أشتغل عندك بحق التفاحة لين تقولي خلاص أشتغل عندك ببلاش، ما بي شيء منك. قال لا 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 لا، ما سامحك، يوم القيامة نقف أنا وياك عند ربي وحاسبك. قال تكفى، الله يجعلك بالجنة، تكفى تكفى، يعني اللي تبي أسوي لك، بس لا يعني أبيك تسامحن، يعني أنا أخطيت وأنت أبيك تسامحن. قال ما سامحك إلا بشرط واحد، قال أسوي لك اللي تبي علمها، بس وش الشرط وش تبي؟ قال أنا عندي بنت أبى أزوجك إياه، توافق إنك تأخذه؟
اندهش الرجال الشاب اندهش وقاعد يفكر وشلون يعني. طبعا الشاب اندهش استغرب، بدل ما يعاقب يعني بزوج بنته، اكيد بو شيء، اكيد الدعوة يعني في انه. يوم شافه مندهش راعي المزرعة قال انا بزوجك بنتي عشان اسامحك، عشان اكلت التفاحة تاخذ بنتي، بس بنتي صقها عمية مشلولة ما تتكلم. قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما عندي غير هالحتي، أبى أشتغل عندك، أبى أسوي اللي تبي، بس سامحا. قال ما عندي إلا أنك تزوج بنتي. قال طيب أنا رجال فقير ولا عندي شيء ولا أملك شيء. قال ما عليك، تتزوج بنتي وكل شيء إن شاء الله بيتيسر، ولا خلاص أنا وياك يوم القيامة ناقف عند ربي وحاسبك. جاء الولد بيهج، أم قال يلا، قال خلاص ما عندي مانع الله يعينه. المهم أنه راع المزرعة جاب الشيخ والشهود وملكه وكل شيء، وما شافه ولا يدري إلا أنه صقها وعمية ومشلولة ولا تتكلم. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد. يوم إنهم راحوا الناس واللي يملك والشهود، قال شوف هذيك الغرفة بها بنتي، راح أدخل عليها. وهو يمشي يا الله يمشي بضيقة الصدر، ويفكر بهله ويفكر بشغله ويفكر بالمصيبة اللي جت على راسه، بس يقول الحمد لله كل أمر المؤمن خير. وقال هذه غلطتي أنا اللي غلطت، ويعني أكلت شيء مو بلي ولا أملكه. المهم يوم دخل قال السلام عليكم، فجأة سمع صوت حلو مرة، يعني ما يدري منين جاي الصوت. قالت وعليكم السلام. انهبل والتفت، يوم التفت ولا وش يشوف، بنت تطيح الطير من السماء، ملكة جمال ناظرة ولا يعني تشوف، يشوفها يعني واضح انها تشوف، وردت عليها السلام ومعناتها انها تسمع. يوم قامت وجت لامه اقبلت عليه، قال شلون يعني وشلون. يوم شافته متعجب وتناظر وقالت وش اللي شلون، قال شلون ابوتي يقول بنتي صقها وعمية ومشلولة ولا تسمع. قالت تعال اقعد وأعلمك كل اللي قال لك أبوي صحيح. قال شلون؟ قالت أنا ما أشوف اللي يغضب الله. قالت أنا ما أشوف الحرام، أنا عمية عن الحرام، وصقها ما أسمع اللي يغضب الله، صقها عن اللي يغضب الله، وأنا ما أتكلم باللي يغضب الله، عشان كذا أنا يعني بكمة عن اللي يغضب ربي، ما لساني ما ينطق إلا شيء حلال ولا أمشي للحرام، عشان كذا أنا مشلولة إلا عن الحلال، أي شيء ما أمشي للحرام ولا أطلع من البيت إلا لحاجتي أو شيء يرضي الله عني. قال لا إله إلا الله، يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد. طيب يعني ليش أبوت يعني أنا بالذات ليش أنا زوجا، وشلون يعني عرف عني وهو ما يدري من أنا ولا يدري. قالت يوم أنك جيت وحتيت عن أبوي عن التفاحة، يوم أنك دخلت للمزرعة تبي أبوي يسامحك عن التفاحة، والتفاحة طيحت من برا يعني لو أكلتها ومشيت ما عليك شرها، لكن يوم شاف أبوي أمانتك وحرصك على أن أبوي سامحك على التفاحة وخوفك من الله، قال أبوي هذا اللي يصلح لبنتي الوحيدة، وكان أبوي يبحث عن واحد زيك، والحمد لله ربي رزقنا، والحمد لله الحين أنا زوجتك على سنة الله ورسوله، وتراي الحمد لله عندي خير وأبوي عنده خير، وكل هالخير اللي أنت تشوف تراه لي أنا وياك، يعني من اليوم ورايح ما يحتاج انك تشتغل
أو تروح اشتغل بهالمزرعة، هذه المزرعة لينا وياك ولعيالنا. قال طيب وأهلي؟ أنا يعني أهلي أنا مسؤول عنهم. قالت رح وجبها لك. وسبحان الله مذكور بالقرآن خير من استأجرت القوي الأمين، يعني هو كان يبحث عن زوج صالح لبنته، والله سبحانه وتعالى جابه له إلى مزرعته وزوجها البنت الجميلة العاقلة الدينة اللي تخاف الله، وجابها له وعاشوا في المزرعة، وربي سبحانه وتعالى رزقه من حيث لا يعلم من حيث لا يحتسب. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أهم شيء إن الواحد يحط تقوى الله بين عيونه ولا يقبل على نفسه أي شيء حرام. وهذه هي السبحانية، وهذه هي القصة قلتها لكم، وإن شاء الله أن أعجبتكم وسعت صدوركم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم.